ازيكم؟ عاملين ايه الاخبار؟ هصور لكم الكاستيلو اللي هو في ميلانو، كاستيلو اللي هو اسمه القلعه. قد ايه هو فظيع وجميل وعظيم من جوه. هوريها لكم من جوه، هخش كده همشي وهوريها لكم بالتفاصيل، اسليكم معايا شويه. قربنا نخش في الكاستيل الفظيع يا جماعة، داخلين عليه هو. يلا بينا، هعيشكم معايا بقى في الرحلة الجولة السياحية دي. انا في واحدة سألتني على الخاص ايه الاماكن السياحية اللي ممكن تزورها، فانا بساعد الناس اللي مش عارفة، ولو محتاجين اي حاجة اي مصريين اول مرة ييجوا يكلموني برضو ممكن اساعدهم، ما عنديش اي مشكلة. انا بوريكو عشان تتعايشوا معايا بالناس بكل حاجة، مش مجرد ملل واثار وخلاص وكاستل والجو ده. بعيشكم معايا. اهو المونوباتينو اللي انا قلت لكم عليه، اسمه كده معرفش بالمصري اسمه ايه، كنا بنلعب بيه واحنا صغيرين، سكوتر تقريبا. انا بجد متعة عمري ما حسيتها تاني في حياتي، يعني حاجة نفسي اجربها تاني، بس بتاخد فلوس كتير جدا ملهاش حل بجد. هي مش حاجة اللي احنا كنا بنجربها واحنا صغيرين، دي حاجة تانية تماما، سريعة جدا وفظيعة. انت اساسا ما بتتعبيش، يعني مش بتشدي برجلك ولا اي حاجة، ده انت مجرد ما بتركبيها بتتكي على زرار بتسوق لوحدها زي الموتوسيكل كده. يعني الناس الكسولة اللي مش عايز تتحرك ده حاجة يعني اسهل من العجلة كمان، بس طبعا لازم الواحد يخلي باله يعني الناس سريعة. ايه ده؟ شبه الترام بتاع اسكندرية. لسه كل ده ما رحتش الكاستيلو، مشيت كمية مشي عشان بس اوريكم الناس والدنيا.